ليش في صدمة الحساسية نعطي الأدرينالين؟ هذا الجزء الأول من السؤال. نعطي الأدرينالين لأنه في صدمة الحساسية بينخفض الضغط. طيب لما ينخفض الضغط هذه مشكلة، ومشكلة تعتبر خطيرة، فلازم نعطي الأدرينالين، لأن الأدرينالين بيرجع يرفع الضغط ثاني مرة. هذه ما فيها مزح، هذا مهم جدا. هذا واحد. الشيء الثاني، ليش بنعطي في العضل وما بنعطي وريدي؟ لا، هو بينعطي وريدي ولكن في حالات اللي هي جدا شديدة، يعني معظم الحالات عضلي، لكن في الحالات اللي هي خطيرة جدا واللي يكون في طبعا يعني طبيب استشاري متخصص في الحساسية يعطي بالوريدي تحت إشرافه، ويكون بكمية يعني منخفضة ويكون بالتدريج. فلذلك يعني احنا بنقول الوريدي هذا انسى، لا، هو ينعطي بالعضل. لما تبدا صدمه الحساسيه بينعطي بالعضل، وبيكون عاده محلول، والمحلول هذا بنحط في الابره وبينعطي بالعضل، وممكن يتكرر ترى كل 5 دقائق الين يرتفع الضغط ويبدا طبعا مش بيعطوا بس الادرينالين، لكن الادرينالين هو اهم واحد، لكن في مع الادرينالين لازم نعطي اكسجين، لازم طبعا بالبخار، ولازم كذلك نعطي اللي هو نورمال سيلاين المحلول، ولازم نعطي معه كذلك ابره اللي هو مضاد الهستامين وابره كورتيزون كذلك. ما هو مزح الموضوع. فيعني صدمه الحساسيه فيها ادويه معروفه عند الاطباء حقون الحساسيه وجايد لاين مهم في ذلك. اهم شيء اول شيء الادرينالين. شكرا جزيلا.